السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم سلوى من قناه سنسونه سلوى، والنهارده ان شاء الله هنعمل بديل حلو جدا للفطير بعجينه الجلاش مقرمش جدا جدا من بره. وبعد ما سمعنا صوت القرمشة تعالوا نشوف مع بعض الطبقات من جوه، هتلاقيه مورق جدا. انا النهاردة عاملاه سادة من غير حشوة، ولكن نقدر نحشيه حلو او مالح على حسب رغبتنا بنفس الطريقة. تعالوا بقى يلا نبدأ بسم الله ونشوف هنحتاج ايه. عايزة باكت من عجينة الجلاش او عجينة البقلاوة، وكل ما بتكون طازة كل ما بيكون الشغل بيها اسهل بكتير. والمقادير دلوقتي هتبان على الشاشة للخلطة اللي احنا هنعملها. عايزة بيضة، ربع كوباية من الزيت، نص معلقة صغيرة من بيكنج باودر، عصير ليمونة متوسطة، تلت كوباية من الحليب، ورشة الملح. الخلطة دي محتاجة ان انا اعملها واسيبها تستريح حوالي 10 دقايق، فهعملها اول حاجة. فدلوقتي هحط البيضة اللي هي بدرجة حرارة الغرفة، وده الاحسن نتيجة. وبعدين هحط الزيت، مش عايزة احط الزيت كله، هسيب كده حوالي معلقة عشان لسه هستعمله تاني. احط رشة الملح، ولو انا هحط حشوة حلوة هحط كمان فانيليا. وبعدين هحط الحليب كله، ناقص عندي عصير ليمونة. وبعدين هحط البيكنج باودر، البيكنج باودر نص معلقة صغيرة. وخلي بالي ما زودش في المواد الرافعة، لما اجي اعمل اي حاجة اقيس كويس جدا المواد الرافعة. فانا جبت هنا بقى المكاييل علشان ايه اكون دقيقة شوية معاكم. نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وخلاص كده هقلبها وهسيبها 10 دقايق زي ما اتفقنا، ونبتدي في الوقت ده نشوف هنعمل ايه في عجينة الجلاش. لو انا جايباها من الفريزر فانا بسيبها حوالي ساعتين لحد ما تبقى كده بدرجة حرارة المطبخ واشتغل فيها. وبحاول دايما لما بجيبها بخلص كل الباكت، يعني مش بعد ما تفك ارجع افرزها تاني، لا بستعمل كل الباكت مرة واحدة. يلا بقى نبدأ بسم الله، هنشوف هنعمل ايه. هنجيب الطبق اللي احنا هنعمل فيه، وده طبق بايركس، هدهنه كويس جدا بالزيت. الشغل بتاعي هيكون بالزيت وبالخلطة اللي احنا عملناها. اول 3-4 طبقات هيكونوا بالزيت فقط، ودي حاجة مهمة جدا، خطوة مهمة جدا خلي بالك منها. هتدهني كل الورقة كده بالزيت كويس جدا. لو كانوا 2 لازقين في بعض مفيش مشاكل. دايما في البقلاوة المتلجة او الجلاش المتلج ده الورق دايما بيبقى لازق في بعضه، فما تغلبيش نفسك ورقتين ورقتين. يلا كده بقى نبتدي ايه نشتغل بالحشوة، بعد ما احنا او الخلطة اللي احنا هنحطها على الورق بعد ما سبناها 10 دقايق، واوزعها على كل الورقة. وهبتدي اشتغل بنفس الطريقة، ورقة او ورقتين، وبعدين احط من الخلطة اللي احنا عاملينها. هسيب بس اخر طبقتين من فوق، هما دول اللي هعملهم نفس معاملة اخر ورقتين من تحت، هحط عليهم زيت فقط. وبعد ما اخلص كل الكمية هبتدي اقفلها كده من الجوانب. اخلي بالي بس وانا بقفلها ما اضغطش عليها كده، او يعني ما ازنقهاش، اسيبها كده يعني براحتها شوية. وبعدين الحشوة اللي احنا او الخلطة اللي اتبقت معانا نبتدي نحطها على كل العجينة كده اللي قدامنا دي، ونعملها كويس كده بالفرشة. هشغل الفرن على درجة حرارة 180، هيقعد حوالي 20 دقيقة في الفرن. لما افتح عليها الفرن هلاقيها كده مورقة، وتلاقيها استوت من تحت. في الوقت ده هتحتاج اللي انت بس تفتحي عليها الشواية من فوق. هنخلي بالنا عشان هي بتستوي بسرعة جدا لما بتتحط كده في الشواية، وبعد كده بقى نستمتع بيها. طبعا قرمشة لا حدود لها. اتمنى ان شاء الله الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني، ومع السلامة.